بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإشقاء وإعزاز وإذلال. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، ونقضي معكم هذه الندوة الثقافية في بداية الأسبوع الثقافي والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ومشاركة كوكبة من علماء الأزهر وأئمة الأوقاف والقراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة الأحباب، ويحضر معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي وفضيلة الشيخ محمد علي جابين، ومن الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة، والأستاذ الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة. ونشكر مديرية أوقاف الجيزة على حسن تنظيمها لهذه الندوة. إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خير ما نستهل به هذه الندوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي في مستهل هذه الندوة، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة. وهذه الندوة إخوة الإيمان في هذه الليلة بعنوان فضل الكسب الحلال. ألا فلنعلم إخوة الإيمان أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلنتحر إخوة الإيمان جميعا الحلال في كسبنا وفي سعينا وفي عملنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا، حتى يرضى الله عنا ويقبل دعاءنا. نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم ربنا صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم وتكرَّم على سيدنا محمد حقَّ قدره ومقداره العظيم، وارضَ اللهم عن آل بيته وأصحابه، وارحم اللهم من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنَّ بسنَّته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عامٍ وأنتم بخير. ها هي نفحات الخير ومواسم البركات تهل علينا في هذا الشهر الكريم الفضيل، شهر شعبان، الذي تستعد من خلاله الأمة لتستقبل شهر الصيام، شهر رمضان. وإننا في بيتٍ من بيوت الله، مع المتوضئة أيديهم، الساجدة جباههم، المنيرة وجوههم، البيضاء قلوبهم، في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونسمعه ونتدارس العلم، فتتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، وإنها لسنةٌ حسنةٌ حميدة تأخذُ وزارة الأوقاف المصرية بأيدينا إليها برعايةٍ كريمةٍ من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في رعاية هذه الندوات الثقافية التي تتكرر في معظم مساجد مصر وفي ربوعها وفي كل مكان فيها. وها نحن اليوم مع إحدى هذه الندوات المباركة، ويسعني في البداية أن أتقدم بوافر الشكر إلى مديرية أوقاف الجيزة، متمثلة في مديرها العام فضيلة الدكتور السيد مسعد، على هذه الحفاوة وعلى حسن الاستقبال وعلى روعة التنظيم والإعداد. كما أقدم الشكر لجميع الأئمة والمفتشين والمديرين الذين تجشموا التعب والمشقة وشاركونا حضور هذه الندوة، وأنتم نجوم هذه الندوة أيها المستمعون المؤمنون الكرام. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وجعل مجلسكم واستماعكم وسعيكم في موازين حسناتكم، آمين آمين. موضوع اليوم أيها الأحبة عن الكسب الحلال، والله عز وجل ما أراد منا إلا الحلال، ولأنه فتح لنا أبواب الحلال ووسعها لنا، فكل ما في الأرض جعله الله عز وجل حلالاً طيباً نتقلب فيه، وهذا من جزيل وواسع فضل الله عز وجل. يقول ربنا عز من قائل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويقول: اليوم أحل لكم الطيبات. فالله عز وجل أحل لنا الطيبات، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في وصفه في آية وصف النبوة في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياته لا يأكل إلا حلالا، لا يأكل إلا طيبا، ويأمر أصحابه بالكسب الحلال. مع سعة أبواب هذا الكسب كان الأنبياء على هذه السنة الإلهية
الكريمة من الكسب الطيب. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف بدأ حياته وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم. إنه راع للغنم صلى الله عليه وسلم، يكتسب الرزق الحلال، ثم هو عامل بالتجارة يكتسب الرزق الحلال. هذا نبي الله عز وجل الذي لو شاء أن يجعل ربه له جبال مكة ذهبا لجعلها له، ولكنه يسعى في طلب الرزق ويجتهد في تحصيله ويعاني في الحصول عليه إرضاء لله عز وجل وتعليما لأمته. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأبواب الحلال واسعة طيبة. الله عز وجل يقول لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا من فضل الله واشربوا من جزيل نعم الله ولا تتجاوزوا حد التوسط والاعتدال سلبا أو إيجابا، إسرافا أو تقتيرا، تبذيرا أو نفقة في منعا للنفقة في الحلال، وكلا قصد طرفي الأمور زميم. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأيدينا هذا المأخذ، وقد استمعنا إلى الآيات الكريمات من قارئنا الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأسوا برسول الله، لأن التأسي برسول الله مع أكل الحلال ومع الكسب الحلال باب أكيد لدخول الجنة. اسمع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل في سنة، يعني تابع رسول الله واقتدى بسيدي رسول الله وتمسك بهدي حبيبنا سيدنا رسول الله، من عمل في سنة وأكل حلالا وأمن الناس بوائقه، ما له يا سيدي يا رسول الله؟ دخل الجنة. هل هذه صعبة؟ من عمل في سنة يقتدي بالمعلم الأعظم سيدنا صلى الله عليه وسلم ويطعم حلالا، يحرص على أن يأكل الحلال، ثم بعد ذلك يكف شروره عن الناس، بوائقه عن الناس، أتدرون ما جزاؤه؟ دخل الجنة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما استمعنا إلى هذا الحديث الصحيح أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن المؤمنين على خطى المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نعم، إن الأكل الحلال، الأكل من الكسب، البعد عما فيه شبهة، باب واسع للدخول على الله عز وجل. يغفر الذنب ويعفو عن الحوب ويفتح باب الإجابة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا استجابة له. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى يوما يطلب من النبي طلبا غريبا. كلنا لو كان بين يدي سيدي رسول الله ورأيناه ربما لتشوفت نفوسنا أن نطلب هذا الطلب. ماذا طلب سيدنا سعد؟ قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. وسيدنا سعد هو من هو
مكانة من سيدنا رسول الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله. كان النبي يفخر به، يقول: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. كم من الممكن أن يتحفه ويقول: يا رب استجب دعوة عبدك سعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطريق أمامنا لنتأسى بسيدنا سعد، ولنسمع ولنطبق ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفعلا حرص سيدنا سعد على إطابة مطعمه، فكان لا يدعو بدعوة إلا استجابها الله له. والموضوع له قصة يضيق المقام عن سردها. الشاهد: إذا أردت أن تتأسى بسيدنا سعد، إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة، فحافظ على أن يكون مطعمك حلالا. والحلال هو من الكسب. نعم الكسب، نعم. وأكسابنا في زماننا كما تعلمون، إما أنت موظف تتقاضى راتبا، وإما أنت تتاجر فتكتسب من تجارتك، وإما أنت عامل تؤجر عند من تعمل عنده فتأخذ مقابل عملك. وجوه الكسب كثيرة. تقول لي: أنا محافظ ولا آكل إلا مما رزقني الله ولا أمد يدي إلى حرام. هنا أمر في غاية الأهمية ننبه عليه، لا بد وأن ننتبه له. قد تكون موظفا أو عاملا تتقاضى راتبا، لكنك تهمل في أداء واجبك، في أداء مهام وظيفتك، ثم أو تحاول أن لا تؤديها كما يرضي الله عز وجل وكما هو مطلوب في النظام الذي ارتضيته وتوظفت فيه. إن من يفعل ذلك ويتقاضى أجرا يدخل ربما على أولاده كسبا ليس طيبا، يدخل على أولاده كسبا ليس طيبا. وتسألني: أنا أدعو فلا يستجاب لي. راجع نفسك، راجع طعامك، راجع جهدك الذي تبذله في عملك، راجع كسبك الذي تكتسبه مع أنك تبذل فيه جهدا، لكن الجهد الذي يبذل دون الأجر الذي تتحصل عليه. كثير من العمال يغالي في أجرة عمله ويظن أن ذلك نوعا من الكياسة ومن الذكاء ومن الحصول على أكبر مقابل. إذا لم تأخذ ذلك عن رضا نفس ممن كنت تعمل معه، أدخلت على نفسك وعلى بيتك ربما مالا فيه شبهة. ألا فليراجع كلنا نفسه ويراجع كسبه، لأن باب الدخول على الله عز وجل هو الكسب الطيب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون ويقولون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يطيب أرزاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. أمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة. وحقا إخوة الإيمان، سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أخذ منه المال أمن حلال أم من حرام. بعض الناس يستسهل أن يسأل الناس ولا يعمل، يستسهل المدلة وسؤال الناس ويستصعب العمل ولا يسعى لرزقه لكسبه من حلال. وبعض الناس كما ذكر أستاذنا لا يؤدي عمله بأمانة ويتقاضى مرتبا كاملا
أكثر مما يبذله من جهد، وهو في ذلك يدخل على أولاده الحرام. فلنتق الله إخوة الإيمان. يقول الشاعر: لنقل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. فالسؤال للناس مدلة، والعمل يحقق العفة للإنسان ويحقق له الكرامة، والمؤمن عزيز النفس. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل وقتٍ وحين. وبعد، أتقدم بخالص الشكر لأستاذي الكريم أستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، على علمه الطيب وأدبه الذي نتعلم منه، كما أشكر الأستاذ شحاتة العرابي ومشايخنا الكرام فضيلة الشيخ أحمد تميم والمبتهل الشيخ محمد علي جابين. وأشكركم جميعا على حضوركم وحسن استماعكم، وأشكر من كان سببا في أن نجلس هذا المجلس لنستمع إلى آيات الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة نتنسم رائحة شهر رمضان قبل قدوم شهر رمضان، فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين غير ناقصين ولا منقوصين برحمتك يا أرحم الراحمين. وشهر شعبان كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس عنه، وأظنكم وأحسبكم لستم من الغافلين، فأنتم في بيت من بيوت الله عز وجل تستمعون إلى دروس العلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب، أي الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل ذلك، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. درسنا عن الكسب الحلال، وأسأل سؤالا: هل الحلال هو الكثير أم الحرام؟ الحلال أكثر؟ الحلال أكثر. طيب، ما الدليل على أن الحلال هو الكثير والحرام هو القليل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم لما عدد الحلال ولا الحرام؟ عدد الحرام، والمعدود دائما هو القليل. شوف في آيات الصيام لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أياما معدودات، يعني قلائل، يعني لما تعد 30 أو 29 يوم من 360 يوم يبقى قليل ولا كثير؟ يبقى قليل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وقال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد حرم علينا القليل وأحل لنا الكثير. قل تعالوا أتلوا ما حرم ولا أحل؟ حرم. إذن المعدود هو القليل، المحرمات قليلة. تيجي على الجانب الآخر، رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما سخره الله سبحانه وتعالى
حلال لنا إلا ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحرام قليلا فلماذا الإنسان يفعل الحرام ويترك الكثير الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى له؟ إما لاتباع هوى أو لاتباع الشياطين التي لا تترك الإنسان إلا أن تجره جرا إلى فعل الحرام. فإذا ما استعاذ الإنسان من شياطين الإنس أعاذه الله سبحانه وتعالى من شياطين الجن أعاذه الله سبحانه وتعالى منها. أما شياطين الإنس فهؤلاء يحتاجون إلى كثير استعاذة من الله سبحانه وإلى البعد عنهم، فهم لا يتركونك إلا إذا فعلت ما حرمه الله سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الدكتور أشار إلى أن أنواع الكسب إما التجارة وإما العمل. الكسب اللي بيكتسبه الإنسان وبيحصل به على المال إما تجارة وإما عمل، والعمل هذا قد يكون عملا في الحكومة موظف مثلا أو في القطاع الخاص أو عامل يعمل بأجرة يأخذ أجره كل يوم. أما التجارة فالله سبحانه وتعالى قد يعني ذكر التجارة في القرآن، مش في التجارة الدنيوية بس، ده كمان في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، في التجارة مع الله رجال، لا في التجارة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. واستخدم مصطلحاتها من البيع والشراء للرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاستخدم القرآن الكريم مصطلح التجارة للتجارة أيضا مع الله، واستخدمها للتجارة في هذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن الأساليب الحرام في التجارة، ونأخذ هذا المثل من فعله صلى الله عليه وسلم عندما مر على رجل يبيع قمحا، وجد صبر الطعام أي كوم الطعام من القمح مثلا، فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه المية اللي داخل هذه الغلال أو هذا القمح؟ يوم يقول له إيه صاحب الطعام: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر، والمطر بينزل من فوق ولا من الداخل؟ إذن كان هناك غش لاحظه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. ما كانش بقى حاطط حاجة في الميزان تقوم تنزل شوية الكفة عشان، ولا رابط مش عارف ايه بصباعه، ولا حاطط ايه من الناحية التانية، ولا مغناطيس، ولا هذا من الأساليب التي يستعملها بعض الناس ويظنون أنهم يكتسبون بعض الأموال وهذا يغنيهم في الدنيا، فهذا يسألهم عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ده في نبي من الأنبياء أرسله ربنا سبحانه وتعالى عشان الغش في البيع والشراء، اللي هو مين؟ سيدنا شعيب. كان بعد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني مش حاجة هينة، ده حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسولا من أجلها. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويل للمطففين،
من هم يا رب؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخدوا حقهم كامل إذا كان لهم. طب ولو كان عليهم؟ وإذا كالوهم، أي كالوا لهم أو وزنوهم، أي وزنوا لهم، يخسرون. طب ده متعلق بإيه؟ بالشريعة ولا بالعقيدة؟ لا، ده ربنا قال بالعقيدة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هو الإيمان بالبعث من العقيدة ولا من الشريعة؟ من العقيدة. يعني إذن هؤلاء الذين يفعلون المحرم ويأخذون حقهم كاملا بل وزيادة ويعطون الحق منقوصا، هؤلاء ربما لم يظنوا أنهم ملاقوا الله عز وجل، ويسألهم ربهم سبحانه وتعالى عما فعلوا في هذه الدنيا. استغلوا حاجات الناس، واستغلوا الإشاعات في رفع الأسعار على الناس، حتى إن الفقير لا يستطيع أن يشتري أو يحصل على ما يريده. لماذا؟ ليحصل بعض، وأقول بعض، لأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فهناك من الناس من يستغلون هذه مش لمصلحتهم، مش لمصلحتهم المادية، لا، لمصلحتهم عند ربنا سبحانه وتعالى. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهو يعلم أن الناس في حاجة، يوم ينفق عليهم، يوم يعني يزيد الإنفاق لهم، ليعلم أن مش إحنا بنقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن شهر شعبان يغفل الناس عنه، فأشار أو حث على العبادة فيه، والعبادة في وقت الغفلة أجرها عظيم عند الله. العبادة في وقت الغفلة أجرها مش زي الأيام العادية. وكذلك الإنفاق عندما يحتاج الناس يكون أشد أجرا عند الله، أكثر وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فاكر سيدنا عثمان لما كان جاي بقافلة وعرضت عليه قريش أضعاف القافلة، ويقول لهم لا، هناك من أعطاني أكثر من ذلك. يقولوا له مين اللي هيديك أكثر من ذلك؟ يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى أعطاني الدرهم بإيه؟ بعشرة ولا بسبعمية؟ طب بسبعمية ولا بأكثر؟ بأكثر. يبقى مش بعشرة بقى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ده اللي طلعته الايه؟ السنبلة. ولكن قال والله يضاعف لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعطي الأضعاف المضاعفة، بس انت اخلص النية لله عز وجل، اخلص النية لله سبحانه وتعالى عندما تنفق، عندما يحتاج الناس. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وهو بيتكلم عن صنف بلغوا في العقيدة الإحسان. عشان عندنا العقيدة إسلام وإيمان وإحسان، هم بقى بلغوا درجة الإحسان. تعال بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيهم إيه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أنت فاكر إن كلمة الإحسان دي بس هي الإيه؟ إن واحد يسأل الناس ويديله إحسان؟ لا لا لا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان هو الإتقان في العمل. وعندما تتقن العمل وتعلم أن الله يراك، لا تقف عند حدود الفرائض، بل يتجاوز الإنسان الفرائض إلى السنن، إلى النوافل، إلى كثير الطاعات. ولذلك هقول لك نقطة كده، مش هتغلط وانت بتقرأ الآية دي. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الإحسان. فربنا يقول انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بنتكلم عن مقام الإحسان، يبقى هو مش هيأدي الفرائض بس، مش هيصلي العشاء وينام، ولكنه يصلي قيام الليل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
وما يجي السحر اللي هو الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر وبالأسحار هم يستغفرون، كأن القوم باتوا عصاه، لأنه عارف إن هو اللي عمله كله ما أدى الله سبحانه وتعالى وما عبده حق عبادته وما قابل ذلك نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق. ما حدش قال معلوم ليه؟ لا مش معلوم هنا، وإحنا نقول تجاوزوا الفرائض حق معلوم اللي هو الزكاة المفروض، إنما إحنا بنقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وإذا ما وقفش عند الفرض في الصلاة وفي غيرها فكذلك في الإنفاق أيضا لا يقف عند الفريضة. تعالى في آية البر، آية البر عارفينها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دي الزكاة؟ لا. طب بتقولي لا ليه؟ لأن الآية جابت الزكاة بعد كده، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى المال في حق سوى الزكاة؟ الزكاة في حق لله سوى الزكاة. فلما يكون الناس محتاجة اللي يستغل حاجتهم ويغشهم عقابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما هذا يا صاحب الطعام؟ أصابته السماء يا رسول الله، ألا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا في جانب التجارة. أما إذا كان الإنسان يعمل، فإذا كان هناك ساعات للعمل فلا بد أن يؤدي هذه الساعات، وإذا كان وقته محبوسا، يعني الدولة قالت لك اقعد 6 ساعات أو 7 ساعات وهتاخد أجر مقابل كذا، فلا يجوز لك أن تترك بعضا من هذه الساعات بحجة أنه ليس هناك عمل، لأنك وقتك موقوف وتأخذ الأجر عليه على وجودك في هذا الوقت. ربما يأتي إليك من يفعل أو من يريد المصلحة فتفعلها له. من منا حاسب نفسه يوما فقال أنا لم أذهب إلى العمل اليوم، فأتقدم بأجازة عرضة أو لا أخذ أجر هذا اليوم لأني ما عملت أو لأني قصرت في عملي؟ تلاقي الناس في العمل تحافظ على الصلاة قوي وأثناء العمل. ليه؟ ما هو بيصلي من الوقت اللي عليه، فإذا ما جاءت صلاة ليست في وقت العمل تلاقيه يسيبها ويمشي أو يأخرها. إنما كانت الصلاة في وقت العمل كويسة جدا، وكانت النافلة في وقت العمل الشيطان يزينها له وقاعد يصلي نافلة وهو بيعطل عمل الإيه؟ عمل الناس. وبعد ذلك تأتي وتقول أدعو الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى لي؟ لا، راجع نفسك جيدا. وإذا عملت عملا فيجب عليك أن تتقنه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا دايما لو واحد مات في الجامع أو مات وهو بيخطب أو مات وهو بيصلي نقول ده ربنا سبحانه وتعالى ختم له بخير، هذا الرجل صالح وكذا وكذا. وإذا مات الإنسان أثناء عمله إيه رأيك؟ طب اسمع حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. قامت الساعة يعني أنت عارف أنها تموت خلاص، وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ما قالش يسيبها ويصلي أو يسيبها ويصوم، لتعلم أن العمل اللي زمه ربنا سبحانه وتعالى من الدنيا هو التعلق بها وترك الآخرة. إنما صلاتك في الدنيا وإنفاقك في الدنيا وإحسانك إلى الناس في الدنيا وعملك الخير هذا في الدنيا، فلا تزم الدنيا لذاتها. حتى القرآن عندما جاء يتكلم عن المال سماه خيرا فقال
وما تنفقوا وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. فالمال في ذاته ليس حراما، بل هو نعمة يتنعم الإنسان بها، وإنما المذموم أن تكسبه من حرام أو تنفقه في حرام أو تؤدي أو تقصر في عمل لك لا تؤديه كما ينبغي. إذا فعلت ذلك فأنت ممن كان من أهل الكسب الحلال، والكسب الحلال سبب في استجابة الدعاء كما قال أساتذتنا الكرام انطلاقا من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يجتمع أسباب إجابة الدعاء، ولكن هناك مانع. أنت جاهز كويس للدعاء ولكن هناك مانع، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: ذكر الرجل يطيل الايه السفر، لان السفر مظنة قبول الدعاء. المسافر دايما بيتخلى عن ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى، يطيل السفر، ومش سفر قصير، يطيل السفر اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء، فتوفرت له الأسباب التي تجعله يلجأ إلى الله سبحانه وينقطع أمله من كل شيء إلا من الله سبحانه. ولكن هناك مانع يمنع إجابة الدعاء، وهو أكل الحرام، وهو أكل الحرام. طيب أنا ما بأكلش الحرام، هل ممكن أأثم وأنا لم أفعل الحرام؟ عندك في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخلي الرجل اللي يتمنى، الرجل أو المرأة اللي يتمنى فعل الحلال يؤجر على نيته، واللي يتمنى فعل الحرام بياخد برضو العقاب رغم أنه لم يفعل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، ده لما يجي ينفق ماله ينفقه في حرام؟ لا، لأنه عالم وعارف أسباب أو أماكن المال هذا هيحطها فينا ينفقها فين، لأنه عالم، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما عندوش مال بس عنده إيه؟ عنده علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، ذاك الرجل العالم صاحب المال. فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، اللي عنده واللي ما عندوش بإيه؟ بحسن النية، بالنية هذه، ولا يعلم النية إلا ربها سبحانه وتعالى. ورجل، الصنف الثاني، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ده بعد يتخبط في ماله، يسافر مش عارف فين، يدور على حريم ينفق في يعني الخمر، في شتى أنواع الحرام، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ده لا بقى عنده مال ولا علم، بس هو بيقول ايه: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا الذي ينفقه في الحرام، فهما في الوزر سواء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الايام قبيل شهر رمضان يجب علينا ان نطهر ايدينا من الحرام، ونطهر قلوبنا لنستقبل هذا الشهر الكريم، فلعلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، لعلنا لا نبلغه. ولا في حد واخد عهد على نفسه أنه يبلغ شهر رمضان؟ ولكن لقاء الله حق وثابت، فإذا كنت تعلم أنك ستلاقي الله عز وجل فالق الله على فعل الحلال، والق الله سبحانه وتعالى على الكسب الحلال، والق الله سبحانه وتعالى على النصيحة لكل مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة. ألا فلنتقي الله إخوة الإيمان في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، ولنكثر من الصيام والقيام فيه، فهو شهر كما قال سيدنا النبي: يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان.
وهذا الشهر أيضا هو شهر رفع الأعمال التعبدية لكل مسلم، ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فلنتقي الله ولنتحرى الحلال، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكانت الزوجة قديما تقول لزوجها عند خروجه: اتق الله فينا فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. إخوة الإيمان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعيش الآن مع هذه الأدعية والمدائح من فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. نعطر أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بالصلاة على الحبيب المحبوب سيدنا ونبينا محمد، ونقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقرا لفيض إفضاله يا نعم من صمدي سبحان من خلق الأكوان وعمها منه بالإفضال والمدد. الله الله معبودي وملتحدي، الله الله مقصودي ومعتمدي، الله 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 لا أبغي
بدلا. الله مأموني ومستندي يا فرد يا حي يا رب يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزلي يا آخرا أبدي أنت الغني أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن زوج وعن ولد نرجوك تهدينا يا رب قولوا يا رب نرجوك تهدينا نرجوك ترحمنا نرجوك تسترنا نرجوك تغنينا نرجوك ترزقنا رزقا حلالا نرجوك تطعمنا نرجوك تغنينا نرجوك تقنينا نرجوك ترحمنا نرجوك تسترنا نرجوك تؤوينا نرجوك تعتقنا نرجوك تحفظنا بفضلك الله يا ركني ويا سندي سيدي يا رسول الله أي عهد لا يبدأ ولا يختتم بالصلاة على رسول الله والصلاة على سيدنا النبي فهو عمل مبتور فنصلي ونختم بالصلاة والسلام على حبيبنا المحبوب وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون في الكون فاختار النبي محمدا يا صاحب الخلق العظيم يا مالك القلب الرحيم يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب أثنى عليك الله في قرآنه فلأن
الفضائل والندى. قد زينت شمائل محمودة فغدا على كل العالم سيدا. أخلاق الحسنى إذا ما عددت حمدت، وأخلاق الصحاب لها صدى. ماذا أقول ومن يفي بمدحه وجميع مداح كما بلغ المدى. هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وهل لنا أن نحمد قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل والله جميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون الله وجميل والله جميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا
ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى وكل الكون أضاء بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر. والله جميل سيدنا النبي سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أرى الأيام تسرع في خطاها، وهذا العمر يمضي كالخيال، وما الدنيا سوى لعب ولهو، بها نبني قصورا من رمال. إلهي بعد عفوك لست أرجو سوى ستر ورزق من حلال، فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. أيها الإخوة الأحباب، بهذه الأدعية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نصل إلى ختام هذه الندوة والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، وكانت بعنوان فضل الكسب الحلال. وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة، وإلى كلمة من الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.